شكرا لمعلقنا المتميز فاروق صلاح بهدف نظيف للاعب ابراهيم السيد في الدقيقه 31 في الشوط الاول. ينتهي لقاء الاهلي والحرس الحدود بتقدم النادي الاهلي 1-0 في بطوله دوري الجمهوريه مواليد 99. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده الهدف احرزه اللاعب ابراهيم السيد في الشوط الاول في الدقيقه 31. في مباراه كانت متوسطه فنيا لكن قدر يحسمها لاعبي النادي الاهلي. ظهرت خطوره النادي الاهلي في الفتره الاخيره والفترات الاخيره من لقاء المباراه بين الاهلي وحرس الحدود.